السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مرحلة القلش في العصافير ويا ترى القلش دوت مضر العصافير ولا نافع وده اللي ان شاء الله هنعرفه في الفيديو ده قبل ما ابدا الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني ان شاء الله كل جديد بنلاحظ ان العصافير الريش بتاعها بيقع إمتى بالظبط لما بيوصل العصفور لمرحلة البلوغ وقبل مرحلة البلوغ كمان لما بيوصل سنه تلت شهور بيبدأ إن الريش بتاعه بيتغير بيقع الريش القديم ويحل محله ريش جديد وكمان لما بيوصل لمرحلة البلوغ بتبدأ إن تعرف خلاص إن العصافير هتبدأ تشتغل عندك بتلاحظ إن الريش بيتساقط في الدرج بتاع القفص وبتاخد بالك منها قوي بتبقى باينه قوي وممكن لو انت بتربي في البلكونه تلاقي الريش مغرق الارض وكتير فانت هنا بتقلق بتقول في ايه اللي بيحصل ان هنا العصفور بيغير الريش بتاعه ولما العصفور بيغير ريشه بيبقى منهك وتعبان وتحس ان هو واقف كاشش فانت هنا بيجب عليك ان انت بتعوض الريش اللي وقع منه دوت والريش اللي هيطلع بيبقى محتاج انك انت تمده بالبروتين وانك انت تمده بالفيتامينات واهم حاجه هنا في الفتره ديت ان انت تمده بالبيض مهم جدا في فرحه في فتره القلش ان انت تمد العصافير هنا وتغذيها بالبيض والجرجير ومهم جدا كمان الجزر واللي اهم منهم كلهم هو البنجر او في بعض الدول بيسموه الشمندر بتديهم البنجر ثلاث مرات في الاسبوع ده بيعوض الريش اللي نازل وبيطلع لك ريش جديد يكون قوي للعصافير. طيب غير مرحله البلوغ بقى هل كل سنه بيحصل موضوع القلش؟ ايوه ده حقيقي بيحصل ان كل سنه في فصل الصيف وخاصة في شهر سبعة وشهر تمانية بتلاقي إن العصفور عندك خلاص خارج من مرحلة التقاصر وإن هو كان واضع بيض ومطلع زغليل بيبدأ بقى إن هو هنا في فصل الصيف بيبدأ الريش بتاعه بيتساقط ده في كل أنواع الطيور كل أنواع الطيور في فصل الصيف تبص تلاقي تبدأ الريش بتاعه ينزل ويغير ريش جديد برضو هنا مهم جدا انك انت بقى تعمل ايه بيتمدوا طبعا بالبيض وبالجرجير علشان خاطر تعوض الريش اللي نازل منه لانه هو هنا هيبدا يدخل على فتره جديده او مرحله جديده اللي هي فصل الشتاء ويبدا في فتره تكاثر جديده فيبقى محتاج بروتين طبعا ومحتاج ان هو يعوض الريش اللي نزل منه القلش هل هو مضر للعصافير هو مش مضر ليهم خالص بالعكس ولكن انت هنا بتلاحظ ان العصفور بيقف بيبقى منهك وتعبان ولكن بيبقى عايز يعني اكل يعوض بيه الريش اللي نازل منه بيعدي الفترة دي هو في سلام وكل حاجة ولكن ممكن فترة القرشي بالطول بتبقى طويلة ليه بقى بسبب ان انت ما عوضتوش بالاكل المناسب يعني كل ما انت بتهمل عصفورك كل مرحلة القرش بتطول بتبقى طويلة ممكن تمد معاك لثلاث شهور فانت هنا بتلحق العصفور بتاعك بتمده بالاكل وكمان بتحط له طاجن ميه في في القفص علشان خاطر دايما ان هو يستحمى منها ويغطي الريش بتاعه بالميه ده بتساعده كتير قوي اهم حاجه في فتره الصيف لما يجي غاي... فترة اللي هو يغير الريش بتاعه وقلش العصفور وتساقط الريش انك انت تمده هنا بالبرسيم جرجير خيار جزر الحاجات ديت بتعمل بروده لجسمه وبتعوضه عن الريش اللي نازل منه. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، كان معكم اخوكم احمد عاطف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.